العلاج ببخار الماء الساخن، الطريقة وفوائده الصحية والعلاجية. أولا، الطريقة الصحية والعلاجية للاستخدام الشخصي أو المنزلية. 1، املأ ثلث غلاية الماء الكهربائية بماء الصنبور النظيف، أي ماء الحنفية من الشبكة، ثم قم بتغطية جسمك بالكامل ببطانية أو بجزء من جسمك بمنشفة كبيرة فوطة، ثم قم بتسخين الماء إلى درجة الغليان. ويفضل أن يتم إطفاء الماء عند درجة الغليان حتى لا يكون هناك حروق في الوجه، ومن ثم ترك غطاء الغلاية الكهربائية مفتوحا، وأثناء ذلك فقم بتحكم على درجة حرارة الماء الساخن. يعني عندما تخف درجة حرارة الماء الساخن، لما يبدأ يتوقف البخار الماء الساخن، إما تنفخ على الماء حتى يصعد المزيد من البخار، أو تعيد تشغيل مفتاح تسخين الماء غليان الماء إلى أقل قليلة من درجة الغليان كما أسلفنا لتفادي تسبب الحروق، أو مباشرة إطفاءه مجرد يبدأ الماء في غليان. ومن ثم تقوم باستنشاق بخار الماء الساخن من الفم بقدر ما تستطيع، ثم تحرير البخار من خلال الأنف، والعكس بالعكس، أي معنى؟ ثم تعمل الحركة التالية: استنشاق بخار الماء الساخن عن طريق الأنف وأنت تغلق الفم، واستخراج من الفم وأنت تغلق الأنفين بأصابعك. ثم 6، تقوم باستنشاق من أحد جانبي الأنف بإغلاق جزء واحد من الأنف، ثم تحرير الجانب البخاري إلى الجانب الآخر من الأنف، وتكرار ذلك في الجانب الآخر. 7، قم باستخدام هذه الطريقة لمدة حوالي 4 دقائق، وهي قد تكون الأنسب لفترة شبه يومية أو يومية، أفضل أن تكون فترة أطول لكن على فترات متقاطعة. يعني مثلا واحد يسوي هذا بخار الماء الساخن لفترة طويلة امتدت سبيل المثال على 20 دقيقة، في اليوم التالي قد ربما يشعر بالملل ويتوقف، وتكون العملية تتم مرة في الأسبوع. فبالتالي الفائدة حتى لو كان 20 دقيقة أو نص ساعة مرة في الأسبوع أو مرتين، يختلف عن الذي يعمل هذه العملية بشكل يومي لمدة 4 دقائق ولو مرة. ويفضل ذلك قبل خلود للنوم لإعطاء استرخاء كافيا لنوم مريح، وفوائد صحية وعلاجية كثيرة. 2، الفوائد الصحية والعلاجية لبخار الماء الساخن. ما هي الفوائد الصحية والعلاجية؟ ماذا نستفيد من هذه العملية بشكل يومي؟ بالشرط أن لا يتم إضافة أي مواد، أي محلول في الماء. اللهم ماء بدون أي إضافات على الماء. أولا،
يحسن حدة البصر. اثنين، ينظف ويرطب العيون. ثلاثة، يوزع الأكسجين في جميع أنحاء العين، الطبقة الخارجية للعين. أربعة، يرطب القرنية ويساعد على تخفيف الآثار السلبية من العدسات اللاصقة. هذا كثير مهم، الذين يستخدمون العدسات اللاصقة هنا يحرمون القرنية، قرنية العين، من الحصول على الأكسجين من الغلاف الجوي، لأن القرنية لا توجد أوعية دموية لتوصيل الأكسجين لديها. فالقرنية تعتمد على الأكسجين من الغلاف الجوي، لذلك مهم جدا أن استنشاق بخار الماء الساخن، بخار ماء ساخن عند صعوده، وبالتالي يساعد على حصول على الأكسجين الصاعد أثناء عملية تبخر الماء الساخن، لأن تتجزأ جزيئات الأكسجينية والهيدروجينية، ما يسمى بالـ OH- و H+ أو هيدروكسيد هيدروجين أيونز وهيدروكسيد أيونز، أو بالعربي الأيونات الهيدروجينية والأيونات الأكسجينية. لذلك عند تسخين الماء هناك فوائد كثيرة متعلقة بالطاقة والماء والأكسجين والهيدروجين كما ذكرنا مرارا. خمسة، يعمل على إزالة السموم، السموم سواء على طبقة الجلدية أو حتى حول العين وفي القرنية، وهذه السموم حتى كذلك في الجسم. ستة، يساعد على تنعيم البشرة وإضاءة البشرة، يجعل البشرة لامعا وناعما، تكون ناعمة خفيف لينة، لأن الشرح بكل سهل يكون بحيث أن البشرة حتى لو يوميا نستحمم، الاستحمام غير كافيا لإزالة البشرة الميتة، الجلد الميت، لكون الإنسان يمر بشكل يومي بدورة الخلايا، خلايا تموت بما يسمى بالإنجليزي apoptosis أو موت الخلايا بشكل يومي، يعني يوميا تموت حوالي 50 إلى 70 مليار خلية لتنمو خلايا جديدة، وهكذا هناك مئات الملايين من الخلايا الميتة على سطح البشر بشكل البشرة بشكل يومي، وهذه الخلايا الميتة تبقى على سطح الجلد وتتجمد وتتراكم، تتفاعل مع مواد الكيميائية التي في الغلاف الجوي والأتربة، وأيضا التعرق، لأن التعرق هي عملية إخراج السموم عن طريق الفتحات الهوائية في الجلد. لذلك هذه كل هذا يعني تعرق، أي سموم لإخراج الجسم عن طريق العرق اللي هو تعرق، والمواد الكيميائية الخارجية في بيئة الخارجية والأتربة وما شابه ذلك، كلها تختلط وتزيد الوضع سوءا مع خلايا الجلد الميت، وبالتالي تبقى متجمدة بالعين المجرد، لا تستطيع ترى إلا بالمنظار، إذا لديك المنظار ستستطيع أنك ترى هناك طبقة كثيفة من البشرة اللي هي الجلد الميت، وهذه كذلك علامات الشيخوخة المبكرة. وبذلك هذا خبر لدى سواء للشباب أو يعني حتى الشياب، بمقصود الشباب خصوصا النساء، عنصر النساء في عملية تخلص من الخلايا الميتة اللي في البشرة، معنى أن يساعد على تبييض البشرة وتنعيم البشرة، وحتى أي شخص آخر حتى الرجال، بحيث أن يساعد على تسهيل التنافس عن طريق البشرة، لأن البشرة أيضا نحن نتنافس عن طريق الرئتين وعن طريق البشرة، وبالتالي إذا كان في تضيق في الفتحات الهوائية للبشرة
يؤثر، وهذا قد يتسبب حتى مزيدا من المتاعب، أي معنى جوانب النفسية ويعني معنويا أيضا. وهناك الكثير من الشرح، بس ندخل في مقتطفات سريعة لفوائد الصحية والعلاج لبخار الماء الساخن. 7، يعالج، يساعد على العلاج والقضاء على ألام المفاصل. وأيضا نحن نسع من وقت آخر، نعطي مقتطفات سريعة لكل ما نقول. سبيل المثال لو تحدثنا ألام المفاصل، هذا وحده يبغى له حلقة مستقلة. يحسن من الدورة الدموية، كذلك هناك شرح كيف يحسن الدورة الدموية، لكن باختصار يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية بما يسمى بالإنجليزي vasodilation أو vasodilation، وهذا طبعا خبر مفرح كثير، لأن كما تعلمون الدورة الدموية لما تكون في حالتها الطبيعية، أي معنى سهولة الوصول للسوائل والأكسجين والهيدروجين والطاقة والمواد الغذائية والبروتينية والفيتامينات إلى جميع أعضاء الجسم، وتحديدا بصفة خاصة جميع خلايا جسم الإنسان. هناك تفاصيل لو تحدثنا عن الدورة الدموية ودور البخار الماء الساخن، أيضا هذا يتطلب أيضا حلقة مستقلة. هنا نتحدث بمقتطفات سريعة عن فوائد الصحية والعلاجية لبخار الماء الساخن. 9، يعالج التهاب المفاصل، وهذا كثير خبر مفرح لمن يعانون من مشاكل التهابات المفاصل كالروماتيزم وما شابه ذلك. 10، يساعد على إفراز جميع السموم على شكل تعرق كما أسلفنا. كثيرين يحبون التعرق، بينما التعرق الشخص الصحي دائما يتعرق، لأن التعرق هي عملية إزالة السموم من الجسم وتبريد البشرة بالذات مع الجو الحر شديد الحرارة. أي شخص يستطيع يتأقلم مع جو شديدة الحرارة، كمثل أوقات الصيف في الخليج والدول الأخرى ما تكون في جو حار شديد الحرارة. 11، يساعد على التخفيف من الضغط العصبية. 12، يساعد في تمدد الفتحات الهوائية والقضاء على الربو. 13، يقضي على نزلات البردة. الواحد عنده نزلة بردة، وهذا مهم جدا عمل بخار الماء الساخن. وعند الإصابة بأي من هذه المشاكل ذكرناها الصحية، يفضل زيادة المدة، يعني بدأ من 4 دقائق ممكن هنا تمدد، لأن تمر بفترة إعادة الإحياء revitalization، إعادة إحياء الجسم إلى وضعه الطبيعي، بدلا بالطريقة التي نحن الآن نسميها طريقة التقليدية بما تسمى العلاج من الأمراض. بينما الإنسان لا يحتاج إلى علاج من الأمراض أصلا، لا يوجد شيء اسمه مرض. المرض وفقا للتصنيف الحكومة الأمريكية بالتحديد CDC Center for Disease Control، أي مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، ينص تعريف، لا يوجد تعريف محدد لمرض. والمرض ينظر إليه أن حالة من حالات تقلبات في جسم الإنسان. لذلك نحن ارتعينا بأن تغيير كلمة مرض إلى revitalize، أي بدل ما نقول علاج الأمراض، بينما جسم الإنسان لا يتطلب الشفاء من الأمراض. المرض هي حالة تقلب، وايق جسم يخضع لإعادة وضعه الطبيعي، يحاول يعالج نفسه بنفسه والقضاء على تلك المشكلة. لكن الطب الهاكوباثي يتعمق بشكل أكثر من حيث إيجاد الأسباب الجذرية لتلك التقلبات الصحية بما يسمى مرض. ثانية، يساعد على توفير الجسم الوقود الطبيعية، المواد الأساسية التي يعتمد عليها جسم الإنسان من الدرجة الأولى. هذا النوع من الطب في القرن 21
يجعل بإذن الله تعالى، وهو ابتكار عمانية خليجية عربية بإذن الله تعالى جل وعلا. إذا التوجه للولايات المتحدة الأمريكية ليس مهاجرا، بل استفادة من التكنولوجيا الغربية المتطورة في الأبحاث العلمية المتقدمة، وأيضا إيجاد أين نحن توصلنا وأين ما يميزنا عن بقية أنواع الطب. ثلاثة عشر، يساعد القضاء على النزلات الباردة كما أسلفنا قبل قليل. 14، يساعد على تخفيف آلام الظهر. 15، يساعد على تخفيف الصداع والصداع النصفية. 16، يساعد في القضاء على الروماتيزم. 17، يساعد في علاج الحمى. طبعا الحمى ليس مرض، الحمى هي عملية تفاعلية من الجسم، إعطاء إشارة بأن هناك مشكلة في الجسم، وبالتالي ترتفع حرارة جسم الإنسان من أجل القضاء على تلك المشكلة. إذا ارتفاع الحرارة من خلال الحمى أي هو معناه أن القضاء على المشكلة الالتهاب. فهنا العلاج بالماء الساخن، وهنا تحديدا في هذه الحلقة بخار، العلاج ببخار ماء ساخن يساعد على توفير الطاقة متجددة بشكل طبيعي للجسم، ومساعدة الجسم بدأ من ارتفاع حرارة الداخلية للجسم وهذا أيضا قد يكون يمثل خطرا، لأن الجسم يحاول على نفسه، بينما يتطلب تغذية خلايا جسم الإنسان بهذه المواد الأساسية من حيث تسهيل الدورة الدموية وقضاء على المشكلة، وبالتالي تخلص من مشكلة الحمى التي كثيرين عندما يعانون منها يشعرون بعدم بمدى صعوبة عند الإصابة بالحمى. 18، يساعد للتخفيف التعب من التعب والكسل والإرهاق وأنواع أخرى من الضعف الجسدية، أي معناها زيادة النشاط والحيوية وشعور بالطاقة المتجددة. 19، يساعد على إزالة العين الوردية أو بمعنى آخر الالتهاب الملتحمة. التهاب الملتحمة هو احمرار والتهاب الأغشية التي تغطي بياض العين، بما في ذلك التهابات العين المختلفة أو تهيجها. ربما الكثيرين يلاحظون ذلك، يتحول العين الجزء البيضاء من العين إلى أحمر، أحمران بشكل أحمران، وهذا مهم جدا جدا تطبيق العلاج ببخار الماء الساخن. 20، يساعد بخار الماء الساخن، عشرين، حمامات الساونا لها فوائد كثيرة، وحمامات البخار تساعد بشكل عام على زيادة معدل النبضات القلبية. طبعا هناك مواقع لديهم توفر هذه ميزة، توفر حمامات الساونا، والبعض منهم متوفر في بيوتهم حمامات الساونا وحمامات البخار، وإذا طبقوا هذا بشكل يومي فوائد كثيرة في تحسين الدورة الدموية وزيادة تحسين معدل نبضات القلب. 21، وأخيرا، يساعد على إزالة الآلاف من جزيئات من الغبار والمواد الكيميائية من الغلاف البيئية والتلوث البيئي والدخان بشكل عام وما إلى ذلك، وهي جميعها تخترق عيوننا وتلتصق على سطح الجلد. لذلك كما استمعتم، إذا قلنا مجرد تطبيق بخار الماء الساخن لن يكون كافيا، لكن إعطاء هذه المعلومات تعطي دافع قوي لمن ينادي، لمن يسعى تحقيق الصحة الشاملة.
فالصحة ليس مجرد خلو من الأمراض، إذا هذه الحلقات والطب الهوميوباثي لا يركز على شخص مريض أو قضاء لمرض أو قضاء، يعني هي عملية إعادة إحياء الإنسان، revitalize and energize. لذلك العلامة التجارية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية باسمه حقوى revitalize. فحقوى أي بمعنى hot aqua، وhot من الإنجليزي كلمة الإنجليزية أي ساخن، أقوى من الكلمة اللاتينية وهو الماء، حتى يعطي تميز في أبحاثنا وخصوصية كلما سجلنا هذه المعلومات وهذه الأبحاث وسجلنا الملكية الفكرية حفاظا على حقوق المؤلف والباحث والمكتشف، وهو أخوكم المتحدث محبكم من سلطنة عمان. نعم، فخر لكل عمانية، فخر لكل خليجية، وفخر لكل عربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحببنا البشرية حب الله فيكم، أحببنا الإنسانية أخا لكم. نعم معا إلى الأمام، نعم معا بهذه الثورة العصرية في القرن 21 نحو الصحة لكل من ينادي. لا تميز الفقير والغني، الأبيض والأسود، البني والأصفر، الكبير والصغير، مهما كان انتماء الإنسان، فكن إنسان الحق، العيش بحياة كريمة، حياة الصحية شاملة. لكن من ينادي؟ من يتقبل ويقر ركوب هذه سفينة الحياة العملاقة التي اقترح البعض بأنها سفينة النجاة الهوميوباثي؟ مع السلامة.